السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الغاشية آية نمبر 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم